مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى جولة جديدة من برنامج صحافة المساء، نتناول فيها أبرز ما تداولته الصحف المحلية والعربية والعالمية عن اليمن. أهلا بكم، ونبدأ جولتنا من موقع المهرية نت الذي نشر تقريرا عن استمرار السلطات السعودية باعتقال مئات اليمنيين بينهم عسكريون وصحفيون. وأفاد الموقع بأن السلطة السعودية تعتقل مئات السياسيين والعسكريين والصحفيين اليمنيين المقيمين في أراضيها بدون تهم واضحة وتمارس ضدهم انتهاكات. يضيف الموقع أن السلطات السعودية تخفي بعضهم قسريا ولا تسمح لهم بممارسة حقوقهم القانونية، كما تمنع عنهم التواصل مع أهاليهم وذويهم. من جانب آخر، أكد مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة إفدي الدولية عبد المجيد مراري للموقع بأن ما يحدث لليمن من قبل السعودية لن يسقط بالتقادم، واصفا بأن ما يحصل في اليمن انتهاك لسيادة اليمن. في موضوع آخر، سلط موقع الخبر بوست الضوء على تصريحات البروفيسور الأمريكي والباحث في شؤون الشرق الأوسط كريستيان كوتس، حيث قال فيها إن أهداف الإمارات والسعودية اختلفت في اليمن منذ بداية تدخل التحالف في اليمن 2015، لكنهما تمكنا من إدارة هذه الخلافات عبر تقسيم اليمن إلى مناطق نفوذ. ويضيف أن دولة الإمارات تحمل نفسها أكثر من طاقتها في منطقة الشرق الأوسط عبر تدخلاتها في ليبيا واليمن والمنطقة ككل، وأكد أن هناك توترات بين أبوظبي والرياض حول اليمن على خلفية الدعم الإماراتي للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي لا تزال قيادته تتخذ من أبوظبي مقرا لها، ولا سيما منذ إعلان المجلس الحكم منذ إعلان المجلس الحكم الذاتي في أبريل. موقع عربي 21 قال أن مساعي السعودية تعثرت بتنفيذ اتفاق الرياض مجددا بعدما قدمت مقترحا من 5 نقاط للحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا. يقول الموقع أن السعودية قدمت مقترحا تضمن إيقاف العمليات العسكرية للجيش الحكومي في محافظة أبين وتعيين محافظ ومدير لأمن عدن مقابل إعلان المجلس الانتقالي تراجعه عما يسمى الإدارة الذاتية وإعادته للأوراق النقدية التي سطى عليها الشهر الماضي في عدن تعثر مجددا. وبحسب الموقع فإن هذا المقترح تعثر رغم أن هناك مؤشرات على موافقة مبدئية من قبل حكومة هادي بعدما قدم الأمير خالد بن سلمان ضمانات للرئيس اليمني بإخراج التشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي ومعداتها من عدن وتوزيعها خارج المدينة على جبهات القتال. ولفت الموقع إلى أن النقاشات حاليا تجري حول اختيار من سيتولى منصب رئيس الحكومة وسط ضغوطات سعودية وإماراتية على فرض شخصية قريبة منهما لرئاسة الحكومة المقبلة، إلا أن مصدرا حكوميا آخر أكد أنه لا يمكن القبول بأن يأتي رئيس وزراء بإرادة خارجية. من جهته، نقل موقع اليمن اليوم عن مصادر مطلعة قولها إن استمرار رئيس الوزراء الحالي معين عبد الملك في منصبه سيعني استمرار الخلل والقصور في منظومة الأداء الحكومي. وأشارت المصادر في تصريحات للموقع أن عبد الملك لا يمتلك الخبرة الكافية لمواجهة استحقاقات ذات طابع أمني وعسكري، وإن تخصصه اقتصادي وهو ما لا تحتاجه اليمن في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي تعاني منها. ووفقا للمصادر فإن الإمارات تجاوزت حدودها ويجب على الرئيس رفض أي ضغوط وفرض مرشحه كون ذلك من صلب صلاحياته الدستورية.
موقع الخبر الآن ركز على تقرير لوحدة الدراسات الاقتصادية في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية الذي كشف عن عدم قدرة البنك المركزي اليمني على أداء وظائفه في ظل سيطرة ميليشيا المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا على مدينة عدن. ذكر التقرير أن على الحكومة نقل البنك من عدن إلى شبوة أو سيئون في حال أرادت إعادة بناء قدرات البنك التشغيلية، وهو أمر بالغ الصعوبة. ويضيف التقرير أن البنك لم يعد يمتلك مكانا أو أموالا للقيام بمهامه بعد إعلان الانتقالي الإدارة الذاتية وإصداره مرسوما يفوض جميع مؤسسات الدولة في المحافظات الجنوبية إيداع إيراداتها في حسابه بالبنك الأهلي. صحيفة العرب الجديد من جهتها ركزت على معاناة النازحين الذين تدفقوا إلى محافظة إب هربا من المواجهات المسلحة في مناطقهم خلال السنوات الخمس الماضية. ووفقا للموقع، فقد أرهق ارتفاع أسعار بدلات الإيجار وغلاء المعيشة الأسر الفقيرة، حيث يقول المواطن محمد عبد الرحمن للموقع إن بدل إيجار المنزل الذي يعيش فيه أصبح عبئا عليه وبالكاد يستطيع دفعه، لا سيما بعد قيام صاحب المنزل بزيادة قيمته نظرا للطلب المتزايد على البيوت. يشير الموقع إلى أن الكثير من أرباب الأسر الذين عجزوا عن توفير بدلات إيجار المنازل في مدينة إب يعمدون إلى إرسال عائلاتهم إلى منازلهم الريفية ليعيشوا وحدهم في المدينة. ويلفت إلى أن معاناة العائلات النازحة في إب تزداد وتجد صعوبة كبيرة في إيجاد شقق سكنية للإيجار بأسعار تتناسب مع أوضاعهم الاقتصادية الصعبة. نشرت صحيفة القدس العربي تقريرا عن الخلافات العميقة بين الرياض وأبو ظبي بسبب عاصفة الحزم التي بدأت عام 2015. تقول الصحيفة إن الأمر لا يتعلق بمجرد خلاف في الميدان أو على الأولويات، فالصراع اليمني المفتوح يتطور إلى أزمة صامتة ومعقدة تتفاعل على أكثر من صعيد حاليا بين أبو ظبي والرياض. وتضيف إلى أن هناك احتمالية لالتقاط ما هو جوهري في هذه الأزمة من خلال عدة مؤشرات وقرائن، حيث يكون مستوى ومنسوب مشاورات أقل وحالة تجميد في لقاءات خيمية أو خيمة الصحراء المعتادة بين الرياض وأبو ظبي. ووفقا للصحيفة، فإن الأهم هو بروز خلافات حادة تتضمن مفاجآت، فابن سلمان بدأ يلمح إلى أن تقسيم اليمن ليس خيارا ولم يكن متفقا عليه، مشيرا إلى أن السلوك الإماراتي في اليمن يتعاكس مع المصالح الاستراتيجية العميقة للسعودية. ويشير إلى أن ذلك يفسر عملية الاستدعاء السعودي بين الحين والآخر لمسؤولين غاضبين، حيث تعمل البوصلة الإماراتية في بعض المفاصل وتمول مجموعات مسلحة دون غطاء أو تشاور مع الشريك السعودي. مشاهدينا الكرام، وصلنا بكم إلى نهاية برنامج الصحافة لهذا اليوم، إلى أن نلقاكم غدا، كونوا في أمان الله.